كما أكد الرئيس البرازيلي أن بلاده تعول على دعم مصر في مجموعة العشرين، خاصة في مجال التعبئة الدولية ضد التغير المناخي. في هذا الإطار أشار سيلفا إلى الحاجة للاستفادة من خبرة مصر في مجال مكافحة تغير المناخ، باعتبار أن الالتزام الدولي الأول تجاه تغير المناخ كان في مصر من خلال مؤتمر كوب 27. نحتاج إلى مساعدة مصر خاصة عندما عقدت كوب 27، ونريد أن نستفيد من خبرة مصر في هذا الميدان. والالتزام الدولي الأول كان كوب 27 هنا في مصر بناء على دعوة من فخامة الرئيس السيسي، والعلاقات التجارية فهي تنمو، وهناك فرص سانحة لتنويع هذه العلاقات وتنويع المنتجات. ومصر فهو الشريك التجاري الثاني في إفريقيا، وبتبادلات تجارية ب2 مليون دولار، وهناك اتفاقية ميركوسول مصر الذي من شأنه أن يعزز هذه المبادلات والتكامل بيننا، ويمكن أن يكون لنا اتفاقية لتسهيل الاستثمارات بين بلدينا.